بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في درس جديد في سلسلة HTML. كما وعدتكم في الفيديو السابق، اليوم غنضيفو دي زيماج في لاباج ديالنا. إذا لاحظتوا الصفحة ديالنا هاهي كتبان بحال اللي راها جاية من ليامات اللاودة ديال الانترنت، من طرق جعل الصفحات في الاتشيغونت أنك تزيد فيها دي زيماج. فهادشي اللي غنديرو دابا، غنستعملو واحد لاباليز IMG. فغنجي تحت هاد الباراغراف هذا وغندير IMG، وهاد لاباليز سيت اون باليز امبير، يعني ما كاينش لاباليز دو فيرميتور، كاين IMG كوم سا وصافي، ما كديرش لا فيرميتور ديالها، وكتعطي هاد لي زاتريبي لداخل. ولاتريبي الاول اللي خصك تعطي هو CRC، ابريفياسيون ديال سورس، لا سورس ديال ليماج ديالك. ولا فالور اللي كتعطيها هنا لادريس ديال ليماج ديالك اللي بغيت افيشي. وكما تعلمنا في الايام، يمكن يكون لو شوما ابسولي اذا كانت ليماج ديالك في الانترنت، يعني اذا بغيتي تافيشي في السيت ديالك واحد ليماج راه كاينه سيغ انترنت، كتجيب لو ليان ديالها كامل في الانترنت وكتحطو هنايا. اما اذا كنتي باغي تافيشي واحد ليماج راك حاطها في ان دوسيي في السيت ديالك، فكدير غير لو نون ديالها ولو شوما ديالها. فمثلا انا عندي هنا اون ايماج سميتها ايماج HTML، بغيت دابا هاد ليماج هادي افيشيها هنا تحت هاد الباراغراف هذا. فغنجي وندير لو نون ديالها ايماج HTML، وما تنساش دير ليكستونسيون .png، تاكد من ليكستونسيون. باش تاكد من ليكستونسيون كتجي ليماج ديك دغوا بروبريتي ايماج png، شتا اذا هاي ليكستونسيون .png. دونك اي ايماج يمكن لك تاكد من ليكستونسيون ديالها، مثلا هادي عاوتاني بروبريتي هي لا بي ان جي، حنا جايين لها رجع. ولا تخيبي الاخر اللي خصنا نستعملو هو لا تخيبي الت ايكال خلي لي ميس دوم، وهاد لا تخيبي كنعطي فيه ان تكست كيمثل هاد ليماج ديالي، يعني اون بتي ديسكريبسيون ديال هاد ليماج ديالي، ويمكن تعتبرو اون التيرناتيف. فمن جات هاد الت هادي التيرناتيف، يعني بديل على هاد ليماج. فحتما اذا طا شي مشكل هاد ليماج ما بانتش، هذا هو البديل ديالها. الا كانت ليماج ديالك غير ديكوراتيف، يعني غير لا ديكوراسيون، ما تحتاجش دير لها ان تيتر كيعبر عليها، فكديرها هكا خاويه كومسا. هادشي اللي غنبداو به حنا مبدئيا. عندي كونترول اس، نجي لاباج ديالي اكتواليزي، فكتلاحظوا هو افيشا ليا ليماج. نرجع للنوت باد، وهنا غنقول لاش كتليق هاد الت هادي. هاد الت كتليق لعده امور، منها انها كتعطينا معلومات على ليماج في حاله حدوث خطا، يعني طاش شي خطا وليماج ما بغاتش تشارجا، كطرا بارفوا كتبغي تحل شي ليان ولا شي صفحه في الانترنت بلاصه ليماج ما كتشارجاش، كي قلت شي ايرور في السيرفر مثلا، السيرفر عليه الضغط بزاف فليماج ما كتشارجاش. فبدلا منها كيكتب لك هذا لو تيكست اللي دير هنايا. الا جيتي درتي هنايا HTML وطرا اون ايرور في الشارج ديال هاد ليماج هادي، فغيكتب لك هاد لو تيكست هذا بدلا عنها تتشارج ليماج. انها هادي وحده. المساله الثانيه اللي كنحتاجو فيها هاد الالت هذا هو لي روبو ديال لي موتور دو ريشيرش. فالروبو ما كيتعاملش مع لي زيماج، مثلا جيتي قلبتي على شي حاجه في جوجل، فالا ليماج ليماج اللي عندك في السيت ديالك ما دايرش ليها هاد لا ديسكريبسيون هادي، فلما كيقلب عليها في جوجل لي موتور دو ريشيرش، لي روبو ديال لي موتور دو ريشيرش، ما غيلقاش ديك ليماج ديالك. ولكن الى شاك ايماج درتيها في لو سيت ديالك داير لها اون بتيت ديسكريبسيون، لما شي واحد غيقلب على ديك لا ديسكريبسيون غتولي ايماج ديالك تطلع في لي موتور دو ريشيرش. اذا ما مفيد هاد الالت هادي، ما تخليش شي ايماج بلا الت، الا مثلا شي ايماج دايره غير ديكوراسيون ما بغيتيش شي واحد يقلب عليها، ما بغيتيهاش تطلع في لي موتور دو ريشيرش، ديك الساعه ماشي اشكال، دير الت وخلي لا فالور ديالها خاويه. مزيان. المساله الثانيه اللي غنديرو هي كيفاش نرجعو اون ايماج كليكابل، يعني تولي بحال ان ليت كليكي عليها تديك لبلاصه اخرى. وغنستعمل هاد ليماج هادي هاي هاد برنامج فورماو، يعني ايماج كليتها غاب بينتها بسرعه. بغيت نديرها هنايا هاد لو ليان هذا اللي كيديني لاشين ديالي، غنديرها سو فورم دون ايماج، يعني هنايا غنجي ايليميني هاد برنامج فورماو وندير IMG سدها CRC، يعني السورس ديال ليماج ديالي، وليماج ديالي سميتها برنامج فورمات، نكوبيا كونترول سي نرجع هنا كونترول في .png اكستنسيون كنا مخصناش نساوها، الت نديرها خاوية الساعة، كونترول اس نجي لاباج ديالي اكتواليزي، هانتوما لاحظتو ليماج شتا هي تافيشات بلاصة داك لو تكست اللي كان.
و لاحظوا شوفوا لا سوري كي دايره دابا، اذا جيت فوق منها لاحظوا كتحول لليد، يعني كيقول لك بامكانك تكليكي عليا. لاحظوا هاد ليماج هادي الا جيت فوق منها ما كتغيرش، لان ماشي كليكابل هاد ليماج، هادي كليكابل. الا كليكيت عليها غتديني لاباج ديالي في يوتيوب. هيا برمج فورمال. انا اذا احنا تعلمنا كيفاش ترجع اون ايماج كليكابل، كتجي كدير لو ليان بالطريقه اللي تعلمنا في الفيديو السابق. هيا لا فاليز ا، احنا حليناها هنا، احنا زديناها هنا، ولكن بلاصه لو تيكس اللي كنتي كتعطي هنايا وكيتكليك عليه غدير دابا اون باليز اي ام جي افيشي فيها ليماج ديالك اللي بغيتيها تولي كليكابل. اذا كنتمنى الشرح يكون واضح، تعلمنا ثلاثه ديال الامور. تعلمنا بان لا باليز اي ام جي هي لا باليز اللي مكلفه بلافيشاج ديال لي زيماج في لي باج ديالنا، و عندها جوج ديال لي زاتريبي اللي مهمين اللي غنتعلمو هاد الساعه. كاين دوطخ اتريبي اللي ما ندخلوش فيهم. لاتريبي الاول هو هاد سورس سي ار سي، وكندير فيها سوا لو نو ديال ليماج ديالي الا كانت في لو ميم دوسيي، سوا كندير لو شومان كومبلي الا كانت مثلا في الانترنت ولا في ان اوتر سيت ماشي لو سيت ديالي. وكاين لاتريبي الت كندير فيه اون ديسكريبسيون ديال ليماج ديالي في حاله ما اذا طرا شي ايغور وما طلعتش ليماج، كيطلع هاد لو تيكست هذا، هاد الديسكريبسيون هادي كما انها كتساعد لي موتور دو ريشيرش. المساله الثالثه اللي تعلمنا هي كومون روندر اون ايماج كليكابل، كيفاش ترجع اون ايماج كليكابل، تكليكي عليها وتديك اون اوتر باج. كنديروها باننا كنديرو لا باليز ديال لي ليان اللي هي هادي، وكندير اشرف اللي كنا كنديرو اللي تعلمنا في فيديو سابق، وكندير فيها لو ليان اللي بغيت نمشي ليه. ولكن ليليمون اللي كندير وسط لا باليز دوفيرتور لا باليز فيرميتور كيكون هو لا باليز اي ام جي. كنتمنى الشرح يكون واضح، ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله.